اهلا بيكم مره تانية في برنامجنا البيت الكبير. الفقره دي معانا دكتوره نهله مسعد، اخصائيه التغذيه العلاجيه والصحه النفسيه. هنتكلم معاها عن مصطلح عجيب انا اول مره اسمعه النهارده بصراحه، وهو الجوع النفسي. الجوع النفسي يمكن يكون كلنا مصطلح جديد علينا نفهمه او نعرفه. ناس كتير وناس واغلبنا بيحاول ان هو يعمل دايت ويدخل في محاولات كتيره للدايت، يكمل ويقف، يكمل ويبتدي ان هو يحس بالاجهاد والاكتئاب واليأس فيقف والدنيا تبوظ منه تاني. هنعرف النهارده مع الدكتوره نهله مسعد ايه هو الجوع النفسي وازاي نتغلب عليه وازاي نقدر نكمل الدايت، مع اهم النصائح مع الدكتوره نهله مسعد. اهلا بيكي. أهلا بحضرتك. في البدايه كده عايزك تعرفينا الفرق ما بين الجوع النفسي والجوع الجسدي. بص، الفرق بين الجوع النفسي والجوع الجسدي الحقيقي الفعلي فرق ضخم جدا. يعني مش منطقي أبدا إن أنت تكون لسه متغدي وبعد ساعة تقول أنا جعان جدا أنا هموت من الجوع، لأن أنت اوريدي لسه واخد وجبة. مش طبيعي ان انت انا جعان انا عايز برجر او عايز بيتزا. احنا متعودين على ايه؟ انا جاي واقع من الجوع، انا لو شفت اي حد هاكله، فاهم ازاي؟ ده جوع حقيقي. انه بعد ما تاكل تحس بتأنيب ضمير شديد جدا، انا اكلت هتخن، طب كده امال انت ما كنتش جعان بقى حقيقي. المشكلة الكبيرة اللي بتخلي دايما ان تسمع، اكيد سمعتها كذا مرة، انا زدت في الوزن وبعدين عملت دايت خسيت 10 20 كيلو وبعد كده رجعت بطلت تاني الدايت وزدت. ورجعت اكتر من قبل كده. طب ايه السبب؟ تمام. السبب ان انت احنا عندنا في مصر وفي مجتمعاتنا الشرقية مرتبط السعادة بالاكل. يعني عيد ميلاد نعمل أكل. هناكل ايه؟ عيد اللحمة، عيد الكحك، تمام. حتى اخواننا الاقباط الاعياد بتاعتهم لازم العشاء، لازم كلنا حتى هم بيجيبوا حلاوة المولد معانا والكحك معانا واحنا بنروح نتعشى معاهم. أي مناسبة فاحنا سعيدة يلا لا نذبح. احنا يعني يلا نذبح. مدخلين السينما، طب هناكل ايه واحنا بنتفرج على الفيلم؟ طب هعمل لكم سندوتشات وانتوا تتفرجوا على التلفزيون، حط دول جنبك يا حبيبي وانت بتذاكر سلي نفسك فيه. فاحنا بناكل بس، تمام. بناكل بقى. طيب انت لما ما بتبقاش جعان بتبدأ تدور على حاجة طعمها حلو، صح؟ مش صحيح. مغذية، انت مش بتدور على تاكل حاجة فيها فيتامين سي او فيتامين، لا لا، طعمها حلو. طعمها حلو دي تفرق مني لمنك لك، صح؟ صحيح. شوكولاتة، فشار، كانديز، مياه غازية، مشروبات. دايما الناس مثلا حتى لما بنيجي نعمل نظام غذائي ليهم بعد ما نكتب فطار وغدا وعشاء وسناكس، طب مش هشرب حاجة؟ يعني مش هشرب حاجة؟ هناخد بقى النظام الغذائي ده، اه يعني هل انا ممكن دلوقتي افتح النت وادخل على جوجل واكتب دايت، انا عايز اعمل طبعا. دايت، هل ده فعليا ممكن يدي معايا نتيجة؟ هل يعني بطريقة تانية خالص، هل البرنامج الغذائي ممكن يكون مناسب لأي شخص؟ لا، مفيش برنامج غذائي ثابت مناسب لأي شخص، حتى جوه الأسرة الواحدة؟ حتى جوه الأسرة الواحدة. بس احنا داخل الأسرة الواحدة بنقول ايه بقى؟ بنقول ان احنا ناكل هيلثي، يعني تمام. ناكل، يعني انا مثلا بيجي لنا طفل صغير عنده 10 سنين او 12 سنة ووالدته تيجي تقول ان هو وزنه بيزيد بسهولة عن بقية اخواته. طيب ده اما نيجي نعمل له نظام غذائي نعمل له ايه؟ نقعد الطفل اللي هو عنده 12 سنة على السفرة نقول له لا انت ما تاكلش واحنا هناكل؟
نعمل مثلا فراخ بانيه واحنا كلنا هناكل وده لا هنأكله فراخ مسلوقة، ولا البيت كله لازم يتجنب المقليات ياكل بشكل صحي؟ ده فكرة ان انت بتاكل صحي، ده دي تبقى ان جنرال، مش واحد بس بيعمل دايت في البيت، ما ينفعش واحد بس حتى ولو ام الاب. طب هو ده يعني لو احنا قلنا ان الصحة العلاجية والتغذية وان احنا بناكل هيلسي، تمام. ده مش هيبقى مكلف للأسرة؟ هل احنا بنبقى عاملين حسابنا لما بيجي لك حد؟ انت اخدتي مثال، احنا خلينا نتكلم عملي جدا، يعني انت اخدتي مثال انا هيجي لي طفل، فانا الطفل هيبقى مظلوم فعلا لو البيت كله بياكل اكل وهو بياكل اكل مختلف. هل بنبقى احنا بننصحهم ان احنا يبقى الموضوع كله هيلسي ولكن بنديهم حاجات ياكلوها او تبقى حياتهم بتكلفة قليلة شوية او ما يبقاش الموضوع مكلف؟ طيب حضرتك قلت نقطتين انا هعلق عليهم. اتفضل. اول حاجة طفل مظلوم، ما هو انت انا الطفل بيحس ان هو مظلوم في الاكل. شفت يعني بالظبط. لا انت شخصيا عندك فكرة انه لو كل هيلسي هيبقى انا مظلوم، بقول لك احساسه، هو ما هو بيتخان عشان كده او لازم نوصل له احساس بالظبط انه ان مش مظلوم، ان ده الاكل الصح الصح. كلنا بناكله، لكن احنا مش قادرين نعمل كنترول على نفسنا انا كأم او بالظبط كده. كأب، وجايب طفل عايزه انت تبقى كويس، انت تبقى مؤدب، انا هبقى مش مؤدب، ما ينفعش، صح؟ صحيح. دي حاجة. فلازم الفكرة نفسها انت نفسك ما تبقاش حاسس انك بتظلم ابنك لما بتأكله صحي، لانك لو حاسس بكده يبقى في مشكلة بعد. فاهم تمام الفكرة؟ تمام النقطة التانية، مكلف يعني ايه مكلف؟ يعني ده بقولك ما ناكل مشوي وناكل مسلوق، فين طب التكلفة؟ ادينا مثال. يعني ادينا مثال. اقول لك المثال، هناخد يوم. بدل ما في بيوتنا المصرية دايما كل اسبوع بنجيب كيلو 2 كيلو بسبوسة من بره، طيب اللي هي تمنها تقريبا 180 جنيه، 120 جنيه، طب هو كيلو الفاكهة بكام؟ اغلى حاجة يعني ولا حاجة على فكرة، بس انت بتاكل صحي. فاهم ازاي؟ مش كل الاكتيفيتيز تبقى اكل، مش كل القعدة الحلوة تبقى على الاكل، يعني ممكن ننزل كأسرة نتمشى في الشارع، ما احنا عملنا رياضة اهو، وبنشرب مية وبنضحك وبنتكلم وبنتواصل، مش كل التواصل أكل. فهو لا، النظام الغذائي مش مكلف، بالعكس ده موفر جدا. كل أسرة أكيد عندها ستاندرد كده، إن كل أسبوع بنروح مطعم بندفع مبلغ وقدره عشان نحس إن احنا بنتفسح، صح؟ تمام. يبقى هي الفسحة الوحيدة اللي عندنا برضو أكل. اكل كده كده بنفع. بالظبط. طيب عملنا اكل صحي وابتدينا ان احنا نمشي في الموضوع وفشلنا، هل ممكن نرجع تاني؟ او ايه اسباب الفشل دي؟ يعني بالظبط. ايه اللي يخليني نفسيا افشل في ان انا اقول لك اكمل؟ ان احنا نفسيا نفشل لو احنا ما حطيناش ايدينا على المشكله. تمام. يعني هي المشكله ان انا وزني 120 كيلو مثلا، ولا المشكله ان انا هعرض نفسي لامراض قلب وسكر وشيخوخه مبكره والتهابات مفاصل؟ صح؟ تمام. يبقى لازم احط ايدي على المشكله واديها حجمها. انه اعترف ان انا باكل اكتر من احتياجاتي، مش ان انا عندي هرمونات بتخليني بعد ما اعمل الاوردر اللي قد كده اتخن وانا مش عارف انا اتخنت ليه. تمام. تمام. انه يكون عندي حاجات تانية بحبها في حياتي غير الاكل، قراية، رسم، رياضة، انزل اتمشى، نقعد نتكلم، نعمل حاجة تانية غير الاكل. تمام. تمام. خلي بالك دلوقتي انه الحياة بقت ستريسفول جدا، صحيح. يعني من اول ما انت بتصحى انت غالبا بتبقى نايم وشايل هم بكرة وهيحصل وهيحصل، صح كده؟ صحيح صحيح. تصحى تلاقي بكرة جه واللي هيحصل واللي ده هيحصل موجود، بيتكرر تمام، تاني. وتنزل تلاقي مواصلات وطرق صعبة وي وي صحيح. وي 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 وستريس في الشغل ومدير رخم وزميل طب ما ارخم. هو الإجهاد العصبي فاهم ده، ازاي؟ ما هو فانت لما بتروح البيت نفسك بقى يعني أكل. تعمل حاجة حلوة فاكل. فتاكل، معوضة فانت بالأكل. مش بتلاقي حاجة حلوة تعملها غير الأكل. صحيح. تمام. أنا مش ضد ده بقى، أنا ضد فكرة إن أنت هتاخد كل حاجة حلوة من الأكل، من دماغك،
انت ممكن تقعد وتستهدى بالله كده وتاخد شاور كويس وتفكر ايه ده انا وصلت بيتي هقعد بقى مع اسرتي او هكلم صحابي اللي انا ما كلمتهمش وتاكلوا بس بكميات صغيرة. ده بقى دور الام، لان قلت لك هو مجتمع ناكل ناكل، فهي بقى عايزة ترحب بالزوج ثلاث اللي جاي وجبات اخر اليوم ثابتين ده بقى. ولا وجبات متقطعة؟ لا ايه طول الأحسن؟ اليوم غلط جدا اللي انا بشوفه، انه انا بصحى بجري وانزل واجي مش هاكل بره وكذا وكذا وكذا، واجي في الاخر الساعة 11 بعد ما يومي كله خلص اكل وجبة كبيرة كده. انا بزود الاسترس اللي عليا اثناء اليوم. انا لو باكل على بعد 3 4 ساعات مصادر متعددة من التغذية، لما اروح بالليل مش هبقى جعان قوي كده. تمام. احنا دلوقتي اشتغل واكل طول اليوم، بس انا عندي نهم جامد جدا باكل الشوكولاته بالسكريات. ليه؟ عارف في ناس ليه بيجي لنا النهم ده؟ لان الشوكولاتة الكاكاو يعني في تريبتوفانز اللي هي بتتحول للسيروتونين، هرمون السعادة، او هو مش هرمون، هو كيميكال ترانسميتر يعني ناقل عصبي، تمام تمام؟ مش دي القضية. المهم ان السيروتونين ده بيحسسك انك الله مبسوط، تمام؟ ما عندناش احنا ثقافة الله مبسوط الحمد لله، لا الله مبسوط عايز انبسط عايزة كمان. تاني عايزة ازود تمام، فاهم صحيح ازاي؟ المشكلة بقى انه بتحصل اثار عكسية زي اللي بيحصل في الادمان. تمام هو ايه الشخص المدمن؟ الشخص المدمن خد كيميكالز من بره جسمه اديته الاحساس بالسعادة، فمجرد انه الاحساس ده بيروح بتروح انت تلجأ لنفس المصدر السهل ده تاني، تمام؟ فتبقى اسير ارتباطك ده. نفس الحكاية في الشوكولاتة، في حاجة ممكن تعوض بيها الموضوع ده، ان احنا ما نبقاش الرياضة طبعا احنا، بس انا بحب اقول ان الرياضة دي مش بس ان انا جيم وانزل واشيل حديد، لا الرياضة دي ممكن ان شوية ايروبكس في البيت، تنطيط، ممكن رقص، ممكن اكتيفيتيز. ان دلوقتي البيوت بقت عاملة ازاي؟ ليه السمنة دلوقتي بقت اكتر من قبل كده؟ صحيح زمان يعني في عشان اعمارنا كان ممكن تروح المدرسة ماشي، دلوقتي انت من غير يعني البصمة ما ينفعش لا، ده حضرتك الريموت صحيح لو مش قدامك مش هتقلب التلفزيون، لا صحيح صح كده؟ صحيح ولادنا كلهم قاعدين على السرير بالموبايلز، فما فيش حركة أصلا. الحركة بتزود السيروتونين جدا في الجسم وبشكل طبيعي، لكن انت ما بتستسهل تجيب دايما الحاجات الأسهل، الو ديليفري ويجي اكل طعمه حلو ومضمون وريحنا، ماما ما طبختش بقى، واللي رايح وجاي يقول لها ايه الاكل الوحش ده، لا ما بحبوش كده، فبتبطل وجع دماغ وتشتري الاكل. الفاست فود بمناسبة الدليفري، هل عليه عامل كبير في موضوع السمنة وان احنا والاطفال تحديدا؟ يعني في اطفال طبعا دلوقتي كل يوم ويوم او دايما بيحبوا الاكل الدليفري او الاكل من بره اكتر من الاكل البيتي، هل ده ليه تأثير طبعا في السمنة؟ طبعا طبعا. انت عارف الاكل الجانك فود ده يعني ايه جانك فود؟ يعني ليه احنا بنحبه؟ ليه مثلا الفراخ البانيه من المطعم الفلاني احلى من عندنا في في البيت البيت؟ ودي فراخ ودي فراخ. الفكره انه القائمين على الاعمال دي هم مش بيقدموا لك اكل، هم بيقدموا لك طعم، يعني مقرمش، كريسبي، سبايسي، عادي، عليه صوصات الوان واشكال، المهم ان انا اوصل لك اسيب لك ذكرى حلوه، تمام ذكرى حلوه متكامله وسهله وبسيطه. الو عايز ساندوتش جميل بيجي في لحظه، تمام صح؟ فده صحيح. من هنا بينشأ الارتباط بقى. في الآخر بقى، إيه النصيحة بأفضل نظام غذائي للأسرة ممكن نقدمها أو ممكن نفيد بيها الناس ببساطة؟ اول حاجة ان احنا نفكر في صحتنا الاول، احنا تمام بناكل عشان نعيش مش بنعيش عشان عشان ناكل ناكل. تاني حاجة احنا مش بنقول نبطل، يعني مش بقولك ممنوع تاكل بسبوسة مثلا، كلها بس مرة كل شهر،
بورشن صغيرة، نكون شيك واحنا بناكل، يعني ما نقعدش بقى نقدر نسيطر. انت عارف انه جزء من التغذية، يعني زي ما بيقولوا ايه، لايف ستايلينج ولايف كوتشنج والكلام الجديد بتاعنا، هي تربية. يعني زمان كانت الأسر ما بيبقى عندها شوكولاتة في العيد، مش كل يوم، صح؟ تمام. وكانت بصحة جيدة. فالأسرة، الأم والأب لازم يكونوا حريصين قوي على صحة أولادهم، ما يحسوش بالشفقة عليهم إن هم بياكلوا أكل صحي، لا، يحسوا إن هم عملوا الصح معاهم. أفتح التلاجة ملاقيش عصاير مصنعة، ملاقيش مياه غازية، ملاقيش كانديز، أفتح التلاجة ألاقي فيها فاكهة وخضار وزبادي ولبن وأكل طبيعي، لأن أنا مجوع هفتح الحاجات دي هاكلها وأكون أنا القدوة، مش هعمل أنا الغلط وأقوله لا يا حبيبي كل أنت صحيح. عشان صحتك. طب وأنا فاهم إزاي؟ صحيح. طيب احنا دلوقتي بسرعة كده في خلال 30 ثانية، الأطفال تمام. ودخول المدارس واللانش بوكس تمام. بسرعة قوي، ايه أفضل حاجات ممكن تكون موجودة في اللانش بوكس مع الطفل في الاكل المدرسة؟ اللي مش هيبوظ، انا مش عايزه لحمه وفراخ مع الطفل، احنا عايزين زي جبنه، والجبنه الطبيعيه، ننقي قوي انواع الحاجه اللي احنا بناكلها، لان دلوقتي في علب كتير واشكال والوان، في الاخر تقرا عليها تلاقي ايه، زيت نخيل، صحيح. دي زيوت مهدرجه، دي ما فادتش الطفل. انه يتعود انه يكون في فاكهه وخضار، ودي لازم نتكاتف كلنا، لان الاطفال دلوقتي بقت بتغير من بعض وبتتكسف من بعض. تمام. تمام. بشكر المدارس حضرتك. لازم تكون برضو سيلكتيف قوي، ما توفر لهمش الحاجات الضاره في كانتين المدرسه. تمام. بشكر حضرتك وتعبناكي، وما خلصناش برضو الحوار. إن شاء الله على وعد بلقاء تاني. بنشكر الدكتورة نهلة مسعد، وبنشكركم جميعا، ونتمنى إن احنا نكون فدناكم، وإن شاء الله تتابعونا في حلقات قادمة من برنامج البيت الكبير. شكرا ليكم.